صباح الخير يا باي وجهي. طيب اليوم بدايته ابديت لكوتش عبد الله 107.1. بلشنا طبعا الكت هذا على 116، بعد هيك بفحص سكر الدم. الابديت عبارة عن صور، وزن، فحص سكر الدم على معدة فاضية، ضغط الدم على معدة فاضية، يعني اسئلة معينة بجاوبها على اساس يعرف الاسبوع كيف مرق. يلا عاد هنشوف بمشي الوضع. والله ما ظنيت مش الحال. بيان 75. هلا كان شو بحكي لكم ليش تفحص سكر الدم وليش تفحص الضغط. مين 36 على 70. اوكي، رفعنا الكالوريز. وصلنا للخطة الجديدة، رفعناها من 2200 ل 2900. الجمب مش كثير كبير مقارنة باللي أنا كنت فيه يعني، بس مش منطق الجمب يكون كثير كبير أصلا مرة واحدة. ما في داعي الانفلاميشن ينتفع مرة واحدة، حبة حبة بالمحبة نطلع تدريجي. ولكن خلال تجهيز الفطور ذكر الأبديت، حكيت بدي أشرح ليش بفحص سكر الدم. أوكي طيب، سكر الدم من يعني بحدد لك كثير شغلات. الفاست بلود شوجر اول شيء بحدد لك، ثواني، اول شيء بحدد لك هل انت بالمرحله الموست اوبتيمال او الافضل للبناء العضلي ولا لا. اوكي، فالفاست بلود شوجر لما يرتفع عن رقم معين بصير هنا لازم تتحكم فيه من خلال شغلتين. الشغلة الأولى اللي هو الجلوكوفيج، وبتحدد الدوز تبعها بناء على وضعك. الشغلة الثانية مش عارف إيش أحكي عنها ولا لا بصراحة، لأنه يعني مبدئيا يا جماعة أنا أي إشي بحكيه هذا من باب الـ شو بسموها، فور انترتينمنت، مش للتطبيق. يعني ما انصح اي حدا يطبق هذا الحكي. ولكن ليش ما بدي احكي عن الشغله الثانيه؟ لانه انا بعرف انه كثير 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 ناس عندي عاقلين ومش راح ياخذ قرارات متخلفه بحياته. بنفس الوقت قابلت كثير شباب عمره 16 سنه وبياخذ استيرويد صار له سنه. كثير قابلت ناس مستعد ياخذ اي شيء عشان تكبر عضلاته ومش فارق معه انه هو على وشك يموت. فمش عارف قديش صح اني اشارك كل المعلومات. هل انا علي خطيه هيك اذا في واحد حمار حضرني، ولا هو حمار فخطيته على حاله؟ مش كثير قادر احدد صراحه. فالمهم في كمان شغله، نحدد الدوز تبعها بناء على الفاستد بلود شوجر تبعك. ودير بالك ترى ممكن تكون انت بمرحله بري دايابيتك، اوكي، حتى لو كنت ناتشرال، لانه يا اخوان اللي بنعمله بالاخر احنا اوفر ايتينج. يعني ما في، يعني انت مش انسان طبيعي، ما في انسان طبيعي بياكل 4000 5000 كالوري باليوم وفوق كمان تطلع للستة و7000. ففي ناس يعني كثير شفتهم طلع بري دايابيتك وهو ناتشرال. وكثير ناس الاكثر يعني اللي بيكون ياخذ استيرويدز وخصوصا اللي بياخذ جروث هرمون طلع بري دايابيتك على فحص
فحص الدم. فالمهم فطوري لليوم 200 جرام كورن فليكس، سكوبين واي بروتين ايزوليت، وبعديها نكمل هذا اليوم السعيد. اليوم حظكم كمان مرة عندي بوش، بس بتكون التمارين مختلفة عن البوش باليوم الأول. رح أحاول أغير بالتبس اللي بعطيها خلال التمرين، فرح تكون مختلفة تماما عن اللي حكيته، يعني مش رح أعيد إشي حكيته الأسبوع الماضي أو المرة الماضية. أوكي، وجبة ما قبل التمرين 270 جرام رز و 120 جرام دجاج. دائما بحاول اخلي بورشن البروتين صغير قبل التمرين على اساس ما اقضيها هضم واحس حالي خفيف. يعني هاي بعديها بساعة ونص تقريبا بروح بتمرن. بصور بس هيك بعملهم سبيد اب، صانع محتوى يا زلمه، خنزير انا حقير. طيب اوكي، تيب لما تلعب تشيست اي تمرين تشيست، هلا هو مش احسن اشي بس هو اسهل اشي تتعلمه. هلا بتلعب تشيست انت كتفك ما بكون يقدم ويرجع مع الحركه كثير. انا كثير ناس بشوف وهو بيلعب تشيست على الماشين بخلص الحركه لهون بعد ما يقدم للتشيست تبعه، غالبا بكون ما يعني الكوتش معطيه الكيو انه ارفع للتشيست وقوس اللور باك، بس رغم ذلك لما ببلش يغلب الوزن ببلش يقدم للتشيست تبعه. فشفت الكيو الاسهل او يعني اسهل انك تتعلم وتحافظ عليه انه لوح كتفك التنين اللي ورا لما تنام على البنش لزقهم ببعض، لا تبالغ فيها زي اللي بيلعب باور ليفتنج، بس رجع لوح كتفك لورا وحافظ على هاي الوضعيه وانت بتلعب. فخلص انا الموشن تبعتي للتشيست بتخلص هون، الواحد كتفي ما بفرده بضلني بهاي الوضعية. فأنا لما ألعب هلأ على الماشين هون بنزل بضبط الواحد كتفي هلأ، بسيب الوزن شوي شوي والواحد كتفي انتهت الحركة بضلوا بنفس المكان. نفس التمرين الماضي ورم اب سيتس، راح ابلش بالفلات ماشين بريس. الاكسرسايز سيلكشن بيكون مختلف عن البوش داي الاولاني، ورم اب سيتس ورم اب سيتس، بعدين ببلش باور ووكينج سيت. بسم الله يلا. بس سكند وركينج سيت واقف كالعادة، وضع زي ما هو صراحة، لسه السترينث زي الزفت. من كل فرقية 700 كالوري وما لحقتش تفرق بالسترينث تبعتي، وإذا بدها تفرق ما حتفرق من أول يوم، يعني ما حتفرق من أول يوم على طول. تعال يا أحمى. بسم الله يا الله. يلا جعف come on now. One two three four going down يا رجل. الله نازل 2 reps كفي اكتئاب. طيب كمان باك اب سيت هون، كمان working set 3 sets، بعدين بنقول على التمرين اللي بعده next
ديكلاين بريس راح العبه هون 2 سيتس. شوف الديكلاين انا عمري ما بخليه كثير ستيب، يعني هي يعني كثير مايل لتحت، لانه الزاويه تبطل مريحه للكتف اول شيء، ثاني شيء تقلب حرفيا كل الحركه ترايسبس، تبطل حس باي شيء غير الترايسبس. اخليه سلايد ديكلاين تو وركينج سيتس هون، نفس الشيء تحماي بعدين بلش وركينج سيتس. وين حاب امسك ولا شيء احتياط، يعني اذا صرت ادفش والوزن بنزل اوكي طالع اوكي 1 2 3 هوب كم اون ناو اشكرك على المساعده اخوي، شكرا على المساعده. كوركينج سيت وعلى اللي بعده. احمد مامن بيلعب رجلين، مشهد جدا جدا نادر، لازم يتصور، حرام ما يتصور. يا سلام. طيب ديكلاين ماشين سلايز راح العب وركينج سيت واحده بس. بسم الله. تمرين الترايسبس الأول والوحيد بالتمرين بيستهدف اللونج هيد بشكل أساسي، ولكن كل هيدز أكيد بتتحرك. الفكرة منه إنه جسمك يعني كوعك يكون بعيد عن جسمك تقريبا 30 درجة، هيك بيكون اللونج هيد بالضبط على نفس الاستقامة مع الأوريجين تبعه على لوح الكتف ورا، وهي الاستقامة بالضبط مع الحبل. أوكي، الناس اللي ما بتحسه باللونج هيد، مع اني مش كثير بحب اعتمد على كلمه بتحسه، ولكن هذا التمرين اللي صارت تحس فيه. الناس اللي ما بتحسه باللونج هيد غالبا بيكون عامل يا ضامن كتفه، سوري، يا ضامن ايده زي هيك وبيلعب، يا فاتح لبرا كثير. اوكي، فاذا كنت على نفس الاستقامه راح تحسه باللونج هيد، صح؟ تنزل وبتعمل اكستنشن. اول وركينج سيت وراح العب ثلاث. يلا ماشين سايد لاترز، شغلتين عشان تحس فيها، خصوصا اذا الماشين بناتا. ماشين سبناتا دائما اذا التمرين يعني ايزوليشن موفمنت حتلاقي جوينت سنتر على كل الماشينز. خلي الجوينت سنتر بالضبط على مستوى او بمكان الجوينت اللي هو شغال. فهلا انا الكتف بخليه على الجوينت سنتر بالضبط، وبرضه حتى ترى اني يمين وشمال، انا ليش بلعب سنجل هاند؟ على اساس الجوينت سنتر يكون بالضبط قدام كتفي. هاي رقم واحد. رقم اثنين بس خليها قدام ايدك شوي، سوري انه ايدك قدام جسمك شوي صغيره، هيك تحسوا بالتراس، ما راح تحسوا بال تحسوا سوري بالسايد دلت، ما راح تحسوا بالترابس. فهي وورم اب سيت، هي مش وورم اب اكثر ما اني انا باخذ على الحركه وعلى الموشن، وبعدين ببلش 3 وركينج سيتس، وهيك فعليا بكون خلص البوش. بعديها انا بلعب بلعب سوبر سيت شرجز مع كرانشز للابس. ليش بلعب سوبر سيت؟ بس انا اوفر وقت، تمرينين بكرههم بدي اخلص منهم مع بعض. نعمة في حرام. اذا انتوا ليه لما فتحت الشنب بطلتوا تحترموني؟
قبل كان تعاملكم احسن معي. Come on now. يلا. First working set. One. Two. Four. Five. Legs. Okay. عشان لرا كانك شغل بصراحة. لأي واحد ناتشرال ياخذ كرياتين بتفهمها، بس انا هسه عندي كرياتين وباخذه وحاسس حالي كثير زنخ صراحة. بالنسبة لي لانه لما توتال ام جيز تبعك 1000 بتاخذ كرياتين ولا عليك مزنخك يعني، يعني لسه يا عدم لسه يا عدمك. ما هو انت لو بتتابعني كان ما بتكون هيك ضايع، بس انا وجعلها فريق وراح ادعمك واخوي انا بظهرك اخر مش عارف سبسكرايب بده يشتري بري ورك اوت اذا من الجرام اذا من الحقد بيعمل لي ديسلايك على الفيديو يا ابني. هسه عم قلت لك بدل ما ندعم صاحبنا عملت لي تحت الضغط سبسكرايب. قول اهلك بفتشوا لك اليوتيوب شانل. شو بفتشوا لك انا شو بنزل؟ انت بتاخذ هرمون وهي هذا سبونسرد باي كابز. نعم لا لا تفضل ماشيين للشب. عدت الى المنزل. اخر تمرين ما صورته اللي هو الليج ريزز مع ال مع الشراجز، بس الليج ريزز صورت لها ريل تب تنزل كمان ابو 4 ايام انستغرام، فولو مي انستغرام. المهم مرق جبت تنتين كوكيز اكلهم بعد التمرين معهم سكوب واي. ليش؟ ما فيش اي اسرار، بكمل احتياجي. تنتين كوكيز لانه جاء عبالي من ضمن احتياجي، سكوب الواي مش عشان يروح على العضله بسرعه، برضه عشان اكمل احتياجي. وبس بعدين بضل لي وجبه بفرديك وخلطه التون اللي بعملها عشان ما تاكلوها زي البسس، وبنهي اليوم. طيب شوف بصراحه انا قاعد بعيد الفيديو انا صورته بس طلع المايك مش شغال، بس الفكره بشكل عام علبتين تونه تخلط معاهم 40 ل 50 جرام طحينيه بكون مناسب. انا عارف انك صفنت من كلمة طحينية، بس جدا زاكي تونة وطحينية كومبينيشن بس تسمعه غريب بس كتير زاكي. دبس رمان وخبز توست تعملهم سندويشات. بعد ما تخلط هدول الثلاث مع بعض بطلع معك بيست زي هيك، بتعمل منه السندويشات وبس. هاي حتكون وجبة الاخيرة، راح استعمل 6 شرحات توست لانه هذا اللي احتياجي بيسمح فيه، و 40 جرام طحينية. رح انهي الفيديو هون عشان ما يطول كثير. اذا استفدت شيء من الفيديو ابعته لحد يستفيد. المهتمين بالاونلاين كوتشنج ابعث لي على جعفر صفرين دي ام على الانستغرام. وبس لايك شير سبسكرايب ولا اللقاء.